حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. يمني ينشر تفاصيل مغامراته للوصول إلى أوروبا على الفيسبوك. فرنسا تؤكد تحميل شحنة أسلحة على متن سفينة شحن سعودية. ومن أخبارنا المنوعة إنزال سيدة من طائرة نيوزلندية لرفضها مشاهدة فيديو. أهلا بكم. تقول منظمة الأمم المتحدة إنها تخوض سباقا مع الزمن لإنقاذ مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، كما ورد في موقع المصدر أونلاين. ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قالت إن فريقا فنيا تمكن من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر كجزء من الجهود الأولية لإنقاذ مخزون يبلغ 51 ألف طن من دقيق القمح المخزن، هناك يكفي لإطعام 4 ملايين شخص لمدة شهر. برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن أنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 10 ملايين شخص في مارس الماضي، وهو العدد الأكبر الذي يمكن الوصول إليه خلال شهر واحد. هيرفي فيرهوسل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي قال إن عمليات البرنامج في اليمن تعد الأكبر في العالم. وبخصوص القمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر والتابع للبرنامج، قال هيرفي إن الفريق التقني سيبقى في الموقع لتنظيف وإعداد معدات المطاحن استعدادا لطحن القمح وتوزيعه في نهاية المطاف. ولفت المتحدث باسم الغذاء العالمي إلى أن تقييما كان قد أجري في 26 من فبراير الماضي خلص إلى أن نحو 70% من القمح هناك ربما لا يزال صالحا، لكن الطحين سيكون أقل من المعدل الطبيعي بسبب الحبوب الفارغة الناجمة عن الإصابة بالسوس والتي ستتم غربلتها أثناء عمليات الطحن. وأضاف أنه بعد مرور أكثر من شهرين على تقييم فبراير فإنه من المرجح تدهور جودة القمح على الأرجح، خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة. في زاوية المقالات نطالع اليوم في الشأن المحلي مقالا للكاتب فتحي بن الأزرق نشره في صفحته على فيسبوك ويوضح فيه حقيقة ما حدث مؤخرا في الضالع. يقول الكاتب: بعد أكثر من 20 اتصالا وتقصي لحقيقة ما حدث في الضالع فجر الأربعاء 8 مايو، أستطيع القول أن ما حدث هو التالي: وصلت قوات الحماية الرئاسية إلى مدينة قعطبة قبل حوالي 5 أيام، وتمركزت مؤخرة الكتيبة داخل مبنى إدارة الأمن في قعطبة. كان مبنى الأمن قد انسحبت منه قوات اللواء 33 مدرع عقب هجوم واسع للحوثيين قبل أكثر من أسبوع. انقسمت قوات الحماية إلى قسمين: قسم متقدم لخوض المواجهة مع الحوثيين، وقسم متأخر غرفة العمليات مقر إدارة الأمن في قعطبة. وصلت قوات من الحزام إلى المواقع التي حررتها قوات الحماية الرئاسية بأطراف قعطبة، وطلبت من قوات الحماية الرئاسية الانسحاب من موقعها وتسليمها لقوات الحزام. أبلغ قادة قوات الحماية الرئاسية قوات الحزام أنهم لم يتسلموا أي أوامر تقضي بالانسحاب وتسليم المواقع. تطور الخلاف بين الجانبين إلى اشتباكات مسلحة. في قعطبة وصلت قوة من الكتيبة السابعة في اللواء 33 مدرع إلى مقر إدارة الأمن، وطلبت من قوات الحماية الرئاسية مغادرة المبنى بحجة أنها هي من كانت تتمركز فيه، وجاء الرد مشابها لتندلع اشتباكات بين الطرفين. بعد وساطات تم إقناع القوات المتمركزة في مبنى إدارة الأمن بالانسحاب. انسحبت القوة باتجاه عدن، لكن اعترضتها قوة من الحزام وطالبت قوة الحماية الرئاسية بتسليم أسلحتها والأطقم والتوجه صوب عدن كأفراد، وهو ما قوبل بالرفض لتندلع اشتباكات بين الطرفين. قتل على إثرها 2 من جنود الحزام وجندي من ألوية الحماية الرئاسية قبل أن تواصل القوة لاحقا طريقها إلى عدن. حتى الساعة 6 من مساء الأربعاء لا تزال القوة الأخرى من الحماية الرئاسية عالقة في مواقعها بقعطبة، وهناك وساطات لضمان سلامة خروجها إلى عدن، والادعاءات بأن قوة من الحماية الرئاسية حاولت فك أسر حوثيين ادعاءات غير صحيحة بالمطلق. سندباد يمني كما يصفه الموقع بوست ينشر مغامراته في الطريق إلى الفردوس الأوروبي.
فقبل نحو سنتين خرج الشاب اليمني أمين تاكي من بلاده المنكوبة أملاً في الوصول إلى الفردوس الأوروبي، لكنه بعد عبور عدة دول في شمال أفريقيا ما يزال عالقاً في المغرب قبالة البوابة الإسبانية. كتب أمين على يومياته في فيسبوك: أعطني وجهاً حديدياً ثم الكمني كما تشاء، هذا ما دار في رأسي وأنا ملقاً على سريري حين أستذكر اللكمات والضربات التي تلقيتها من أفراد الشرطة المغربية. أمين وصل إلى المغرب قبل شهر بعد رحلة استغرقت سنتين بدءا من صنعاء مرورا بعدد من البلدان ضمنها مصر وموريتانيا ومالي والجزائر. ومنذ خروجه من مصر وهو يكتب ما يحصل معه خلال رحلته على فيسبوك تحت عنوان الرحلة إلى أوروبا، حيث نشر الجزء الأول منها في منتصف سبتمبر ووصلت حتى الآن إلى الجزء 22 الذي نشره قبل 3 أسابيع. حاول أمين مرتين عبور البوابة الإسبانية للوصول إلى مليلة، إلا أن قدمه اليسرى تعرضت للكسر في المرة الثانية، وهذا ما قد يؤخر هدفه في الوصول إلى أوروبا. كتب أمين في يومياته: عمري 31 سنة لكنني أبدو عجوزا يصارع مرض السكري، وهذا ليس بسبب جرح قدمي فقط، إنما بسبب العجز الذي يفتك بمحاولات إكمال رحلتي. قال موقع بلقيس نقلا عن الحكومة الشرعية إن الإمارات أرسلت أكثر من 100 جندي موال لها إلى جزيرة سقطرى بعد إنزالهم من سفينة تابعة للبحرية الإماراتية. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين في الحكومة قولهما إن الإمارات دربت في عدن الأسبوع الماضي دفعة من 300 جندي من أجل إرسالهم إلى سقطرى، وأرسلت أكثر من 100 منهم إلى الجزيرة الاثنين الماضي. وكانت الحكومة قد اتهمت أبوظبي العام الماضي بالهيمنة على الجزيرة عندما أنزلت دبابات وقوات وسيطرت على مطار سقطرى. وأشارت رويترز إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات من الحكومة الإماراتية أو التحالف حول هذا الموضوع. وفي الشأن العربي نطالع مقالا في العربي الجديد للكاتب كمال عبد اللطيف بعنوان في الحاجة إلى سوبرمان عربي، وجاء في المقال: لم أتبين إلا أخيرا ألا علاقة للراهن العربي في كثير من تجلياته بما يجري فعلا على الأرض داخل المجتمعات العربية. تبينت ذلك فجأة وتأكدت أن أشكال الصراع والحروب التي تملأ عالمنا تشير إلى أحداث متخيلة ومرسومة بعناية، وأن حلم التغيير الذي تغنت به أجيال ما بعد الاستقلال في أغلب البلدان العربية تحول اليوم إلى وهم كبير. بدا هذا الأمر واضحاً في مختلف صور التراجعات والانكفاءات التي عمت اليوم مختلف الأقطار العربية، ولم يكن بإمكان أحد أن يتصور في نهاية القرن الماضي أن كل الطموحات العربية ستنكسر بهذه الصورة. ما يجري اليوم في مجموع البلدان العربية ردود فعل سريعة تعكس في كثير من أوجهها بدايات تداعي أنظمة عربية كثيرة، وهناك مظاهر كثيرة مما نحن بصدده تشخيصها بقوة صور التدخل التي أصبحت تمارسها القوى الإقليمية والدولية في أغلب البلدان العربية، بما فيها التي تعتقد أن رياح التغيير العاتية لم تشملها وأنها تنخرط في وقف المد الثوري ومحاصرته انتقاماً مما حصل، إذ تمارس عمليات تدخل سافر في بلدان الثورات لعلها تفلح في بناء ما يساعدها على الاستمرار والنجاح. يحمل المشهد السياسي العربي في الأشهر الأخيرة علامات جديدة كاشفة لمظاهر أخرى من الانحطاط السياسي، فقد اتضحت الصورة وأسقطت الموجة الثانية من حراك الشارع في السودان والجزائر الساقطين من الطغاة ولم تسقطهم، وتضعنا الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا أمام كوارث جديدة، فقد أصبح مؤكداً اليوم أن سوريا سقطت وعلى رأسها الأسد، وبدأ المحتلون الجدد يرتبون عمليات استرجاع التعويض المناسب للخدمات التي أسدها لنظام هجر شعبه ودك عماراته. لم يبقى إلا أن نتطلع إلى ظهور سوبرمان بروز قوة رهيبة وخارقة وقادرة على صناعة الأمل والحلم مجدداً، قوة تمكننا من تحطيم وضع ترهل وأصبح عنواناً لأزمة عامة تحطمه بالضربة القاضية. فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، وكما أوردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قالت إنه سيتم شحن أسلحة فرنسية على متن سفينة شحن سعودية ستصل يوم الأربعاء إلى ميناء لو هافر بموجب عقد تجاري. الوزيرة ردت على سؤال لشبكة بي اف ام تي في وإذاعة مونتي كارلو التي سألتها عن السفينة السعودية بحر ينبو
والتي وفقا لموقع ديسكلوز ستتسلم 8 مدافع كايزر يمكن استخدامها في الحرب السعودية على اليمن. لم تحدد باري طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها أو وجهتها، لكنها قالت إنه على حد علم الحكومة الفرنسية ليس هناك دليل على أن الضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام الأسلحة الفرنسية. ما تقوله باريس دائما هو أن هذه الأسلحة تستخدم بشكل دفاعي فقط وليس على الخطوط الأمامية، ومع ذلك ووفقا لمذكرة استخباراتية كشفت عنها وسائل الإعلام الفرنسية في منتصف أبريل، فإن الأسلحة الفرنسية تستخدم على الأراضي اليمنية من قبل الرياض وأبو ظبي. الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي أولفييه فور قال إن السيدة بارلي تقول إنها لا تملك دليلا، لكن السؤال ليس ما إذا كان لدينا أدلة، بل البحث بكل الوسائل عن ما إذا كانت الأسلحة الفرنسية تستخدم ضد المدنيين اليمنيين أم لا. وأضافت أو أضاف قمنا بذلك في سوريا عندما كانت هناك شكوك حول الأسلحة الكيميائية. أنا أطالب بالحقيقة، طالما كان هناك شكوك خطيرة فيجب أن يكون هناك وقف لمبيعات الأسلحة كما فعلت ألمانيا، هذا سيسمح لفرنسا بعدم التواطؤ في جرائم الحرب. ومن جريدة الحياة نطالع مقالا للكاتب عبد الوهاب بدر خان بعنوان حروب رمضان وتمهيدها لمرحلة خطرة بعدها، ومن أهم ما جاء في المقال: لا هدنات في شهر رمضان، لا في الحروب القاتلة كما في سوريا واليمن وليبيا وغزة، ولا في المواجهات السياسية السلمية كما في السودان والجزائر. المنطقة العربية لا تزال في تحولاتها وتشرذماتها، القوى الخارجية تترسخ في تدخلاتها والصراعات فيما بينها على حصصها العربية. التحولات العربية مستمرة، وليس هذا شهر الصوم الأول الذي تشهده، لكن التطورات جعلت من توقيته منعطفاً إلى مرحلة أخرى وليست أخيرة، فقد بدأ ظهور زعيم تنظيم داعش عشية رمضان بمثابة استدراج عروض للقوى الخارجية الراغبة في استخدام تنظيمه، فهو صالح لكل الأجندات وعابر لها، خصوصاً أنها بمجملها لا تبحث عن سلام أو استقرار، بل عن مصالح تستلزم تخريباً لإدراكها. ولا شك أن هناك دولاً مهتمة بخدمات داعش، فهو يتظاهر بأن لديه قضية وهي تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب. بالتزامن أكثر جاريد كوشنر مستشار دونالد ترامب وصهره من الظهور الإعلامي ليقول أن صفقة القرن ستطرح بعد شهر رمضان، ومع التزامه التكتم حرص على إطلاق عنوانين: تكريس القدس عاصمة لإسرائيل، وتجاهل موضوع حل الدولتين لأنه خلافي، كما لو أن موضوع القدس عاصمة يحظى بتوافق عالمي. هذان العنوانان يختصران العقلية العافنة التي صيغت بها الصفقة، ولن تستطيع اقتراحات المشاريع الاقتصادية تجميلها كونها تفترض قبول الفلسطينيين قسراً باحتلال إسرائيلي أبدي لأرضهم ومصيرهم، بل قبول العالم طوعاً بأن يكسر التجبر الأمريكي القوانين والمواثيق الدولية. ليس في الجمع بين صفقة القرن والصفقة التي يسعى إليها زعيم داعش افتراء ولا مبالغة، بل لأن كلتيهما تتوسلان نوعاً خاصاً من الإرهاب، وتفترقان في المظهر والتنظير والإخراج لتفضيا في النهاية إلى نتائج متشابهة، والأهم أنهما تتشاركان في قتل ونية قتل الوجدان العربي. صوتت لجنة في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي كما جاء في موقع شبكة البي بي سي بالموافقة على إحالة وزير العدل ويليام بار إلى التصويت على اتهامه ازدراء الكونغرس لعدم إتاحة نسخة غير منقحة من تقرير مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة للكونغرس. اللجنة القضائية اتخذت هذه الخطوة النادرة في الوقت الذي يزداد فيه التوتر حيال نتائج تقرير المستشار الخاص روبرت مولر. الرئيس دونالد ترامب استخدم في وقت سابق صلاحياته التنفيذية لأول مرة لحجب التقرير، بينما يتبادل البيت الأبيض والكونغرس الاتهامات حول إساءة استخدام السلطة. لم يتوصل تقرير مولر إلى وجود تآمر جنائي بين موسكو وحملة ترامب للتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة، لكن مولر ذكر بالتفصيل 10 حالات يحتمل أن يكون ترامب قد حاول فيها عرقلة التحقيق. لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي استدعت نجلة ترامب لإجباره على الشهادة، وهذا هو أول استدعاء قانوني يصدر بحق أحد أفراد أسرة ترامب فيما يتعلق بالتحقيق.
قامت الشرطة بمطار ويلينغتون الدولي بإجبار مسافرة بطائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا على النزول من الطائرة، والسبب كما أوضحت صحيفة الشرق الأوسط رفضها مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بإرشادات السلامة الجوية وقراءة بطاقة تدابير السلامة التي سلمتها لها مضيفات الرحلة. الطائرة المتوجهة إلى أوكلاند اضطرت للعودة إلى البوابة قبل الإقلاع ليتم إنزال المرأة بعد أن تجاهلت فيديو خاص بتعليمات السلامة يتم عرضه في جميع الرحلات الجوية قبل الإقلاع. أحد الركاب قال لموقع ستاف الإخباري المحلي: منذ بدء تشغيل الفيديو وتنبيه المضيفات على الركاب بالنظر إلى بطاقة إرشادات السلامة، قامت المرأة بفتح كتاب كان معها والنظر فيه ثم استخدام جوالها دون الالتفات للفيديو. وأشار الراكب إلى أن إحدى المضيفات قامت بالتحدث إليها وطلبت منها التركيز في الفيديو والإنصات لإرشادات السلامة، وأوضح قائلا: مضيفة الطيران كانت لطيفة وصبورة للغاية وقد كررت طلبها للسيدة بالتركيز أكثر من مرة إلا أن الراكبة تجاهلتها تماما، وأدى سلوك المرأة إلى تعطيل إقلاع الرحلة ما دفع بعض الركاب إلى مناشدتها بالانتباه إلى الفيديو إلا أنها أصرت على الرفض. وقالت شركة طيران نيوزيلندا إن الطيار أجبر في النهاية على العودة إلى البوابة واستدعاء شرطة المطار التي أجبرت السيدة على النزول من الطائرة بسبب رفضها الامتثال للتعليمات. المسلمون في شتى أرجاء العالم يستقبلون شهر رمضان في أجواء دينية واحتفالية فريدة. موقع شبكة البي بي سي نقل أجواء رمضان هذا العام من مختلف البلدان الإسلامية، اخترنا بعضا منها لعرضها عليكم في جولتنا المصورة، نتابع. الريشة أيضا تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة كما هو حال رسام الكاريكاتير، فإلى الكاريكاتير. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.